أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من عدن الغد نقلا عن صحيفة أمريكية: الحوثيون حولوا اليمن إلى جمهورية رعب. من سبتمبر نت: صاروخ الحوثيين يدمر أول مدرسة للبنات في الخوخة. العربي الجديد: صحيفة تتساءل هل تخرج ثلاثة أحزاب من الحزب الواحد في اليمن؟ ومن القدس العربي: غرامة مالية للأزواج المتأخرين على مراسم عقد الزفاف في إنجلترا. أهلا بكم. في تقرير لموقع الموقع بوست ركز على الرحلة المضنية إلى عدن قدوما من أي منطقة أخرى، وحمل التقرير عنوان: مشاهد من رحلات المواطنين إلى عدن صنوف من امتهان الكرامة والإذلال. قال الموقع بوست: أصبح المواطن المنتمي للمحافظات الشمالية من البلاد يفكر مرات ومرات قبل أن يقرر للسفر إلى العاصمة المؤقتة عدن، مهما كانت أسباب السفر، سواء أكان للعمل أم للزيارة أسرية أو حتى لشأن إنساني يتعلق بالنزوح. وأضاف الموقع أن قوات الحزام الأمني التابعة لدولة الإمارات لا تلقي بالا لأي من الأعذار الآنفة أو الأعذار آنفة الذكر، فهي منذ مطلع ديسمبر تمنع دخول أي مواطن شمالي لعدن في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقوانين المحلية قبلها. ينقل موقع عدن الغد تقريرا عن صحيفة أمريكية عنونت في الشأن اليمني: الحوثيون حولوا اليمن إلى جمهورية رعب. ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن ميليشيات الحوثي حولت البلاد إلى جمهورية الرعب والتصفيات والملاحقات بعد قتلهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح. وأوضحت الصحيفة في تقرير حمل عنوان: مناخ من الخوف والصمت يخيم على اليمن بعد مقتل صالح، أن ميليشيا الحوثي ضاعفت عدد نقاط التفتيش في صنعاء 3 مرات. وأضافت أنهم يفتشون الهواتف النقالة بحثا عن من يختزن صورا لصالح، وذكرت أن المئات اعتقلوا وتم تصفية بعضهم، فيما يشن الحوثيون مداهمات لمنازل أقارب صالح ومؤيديه. في الشأن المحلي، كتبت فكرية شحرة في يمن مونيتور مقالا بعنوان: الحرب ليست لعبة أطفال. تقول الكاتبة فيه: في وطننا تتنافس الأوجاع، أيها تعتصر قلوبنا بقوة أشد. تصبح الأوجاع ملفات في نظر المنظمات الحقوقية، ودموع وأشلاء جثث في قلوب أصحابها. الجرحى والمعتقلون وحق الطفولة الضائع، هذه الأوجاع الثلاثة تصهر قلوبنا حزنا وأسى. كلما قرأت عن حقوق الطفل قفزت إلى نظري عبارة: من حقي أن ألعب. الأطفال لم يعودوا يكبرون كي يكونوا هم المستقبل، إنهم يقتلون ويصبحون ماضياً مخيفاً وحزيناً على يد الميليشيا المتجبرة. يقتلون قرباناً لطاغوت يدعى حق امتلاك أرواحهم وفق سيادته وولايته الواجبة عليهم. كنا نتباكى على الأطفال في عهد صالح حين تسربوا من مدارسهم لطلب الرزق، كما تتسرب الدماء من جسد جريح. وكنا نخاف أن يلفظ جسد الوطن حياة العلم والوعي بتسربهم في سن مبكرة نحو الجهل من أجل الرزق. مئات الأطفال يختطفون لمعتقل الموت في الجبهات مقيدون بسلاح يفوق أحجامهم وقدرتهم على حمله. لم يسلم حتى الأيتام الذين فقدوا الأب والعائل، فمنحهم السيد رحمة الموت السهل بدلاً من التعليم أو اللقمة العيش. فهكذا تربت الرصاصة على رأس اليتيم. في زمن ميليشيا الحوثي الانقلابية، الحرب لا تصنع أطفالاً أيتاماً فحسب، إنها تحمل حتى الأيتام للموت في الحرب. فالحرب ليست لعبة أطفال. بعد هزيمة ميليشيا الحوثي في الخوخة، لجأت إلى قصف المنطقة الساحلية المزدحمة بالسكان،
ووفقا لعنوان جاء في سبتمبر نت، صاروخ باليستي للميليشيا يدمر مدرسة البنات بالخوخة. قال الموقع إن ميليشيا الحوثي أطلقت الجمعة صاروخا باليستيا على مدينة الخوخة بعد أن حررها الجيش الوطني مطلع شهر ديسمبر من العام المنصرم. وقال مراسل سبتمبر نت إن الصاروخ وقع على مدرسة البنات بمدينة الخوخة وخلف أضرارا كبيرة بالمدرسة وسورها. وأضاف أن الصاروخ تسبب في تدمير أحد المنازل المجاورة للمدرسة تدميرا كليا، كما تضررت نوافذ وأبواب بعض منازل المواطنين الأبرياء بفعل تناثر شظايا الصاروخ في المكان. يتابع الموقع: تعد مدرسة البنات في الخوخة من أفضل المدارس بالمنطقة من حيث جمال مبناها وقدرته الاستيعابية لأعداد كبيرة من الطالبات. إلى موقع المصدر أونلاين والذي يتابع تعيين محافظ جديد لمدينة تعز، حيث عنون الموقع: محافظ تعز يصل إلى الرياض ويعلن عن برنامج عمل يتصدره استكمال تحرير المحافظة. قال الموقع إنه بالتزامن مع وصوله إلى الرياض لأداء اليمين الدستورية، أعلن محافظ تعز الجديد عن برنامج عمل للمرحلة القادمة، أول بنوده الإسراع في تحرير ما تبقى من المحافظة ورفع الحصار عن المدينة. ووصل محافظ تعز الجديد أمين أحمد محمود أمس الجمعة إلى العاصمة السعودية الرياض قادما من القاهرة بعد أن تأخر عن أداء اليمين الدستورية أسبوعين من تعيينه بسبب تأخر حصوله على تأشيرة دخول إلى السعودية. وقال الموقع إن برنامج عمل المحافظ تضمن إعادة بناء الوحدات العسكرية على أسس وطنية سليمة، وإعادة بناء المؤسسة الأمنية، وتفعيل دور الشرطة في حفظ النظام والقانون، وسرعة استكمال صرف رواتب المحافظة لجميع القطاعات المدنية والعسكرية. إلى موقع المشاهد نت والذي عنون في صفحته الرئيسية: مطار سيئون يسجل تزايدا مضاعفا في عدد الرحلات. قال الموقع: سجلت الرحلات الدولية عبر مطار سيئون الدولي نموا كبيرا، حيث وصل عدد الرحلات الدولية للعام 2017 المنصرم إلى 908 رحلات. قال مدير عام مطار سيئون الدولي المهندس حسن فرج الكثيري إن حركة المسافرين شهدت خلال نفس الفترة زيادة بأكثر من الضعف عن أعدادهم في عام 2016، بعد أن وصل إجمالي المسافرين إلى 13,039 مسافرا ومسافرة. وأشار إلى أن المطارات المربوطة بالرحلات الدولية من وإلى مطار سيئون هي القاهرة وعمان وجدة ونيروبي، لافتا إلى أن حركة البضائع بالمطار للعام 2017 تقدر بحوالي 82,248 كيلو جراما. وأكد المهندس حسن الكثيري أن المطار شهد مؤخرا استقرارا أمنيا وفنيا وإداريا، مما مكن كوادر وموظفي المطار من أداء مهامهم وواجباتهم على الوجه الأكمل واستقبال الرحلات في ظل الإمكانيات الفنية المتوفرة حاليا. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. شهر على مقتل صالح، فشل توحيد المؤتمر، هكذا تعنون صحيفة العرب الجديد تقريرها الخاص عن حزب المؤتمر الشعبي. وقالت الصحيفة: حلت ذكرى مرور شهر على مقتل علي عبد الله صالح مع فشل قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام في لملمة صفوفها تحت رؤية وقيادة جديدة، ولا تزال قيادات في الحزب تغادر بين حين وآخر العاصمة اليمنية صنعاء للإفلات
من جماعة الحوثيين. تقول الصحيفة إن قيادات المؤتمرية خارج البلاد موزعة بين أكثر من عاصمة على نحو يشير إلى أن الحزب قد لا يلتئم كما كان مجددا ما لم تنجح جهود التوفيق بين الأجنحة المختلفة لاختيار قيادة جديدة في الوقت القريب. وترى الصحيفة أن جهود توحيد أجنحة الحزب فشلت بعد أن انقسم الحزب إلى ثلاثة تيارات، أولها القيادات البارزة التي لا تزال في صنعاء وظهر البعض منها خلال اجتماعات مع الحوثيين، وتيار تمكن من مغادرة صنعاء فيما لا يزال البعض يعيشون تحت الإقامة الجبرية. تتابع العربي الجديد. تعزز حالة الانقسام والشتات التي يعيشها حزب المؤتمر الحاكم في اليمن الآراء التي تذهب إلى أن قوته ارتبطت كأي حزب سلطة بشخص علي عبد الله صالح. وصفت صحيفة الشرق الأوسط لجوء ميليشيا الحوثي إلى فرض التجنيد على المراهقين والأطفال بأنه هروب من هزيمة، وعنونت الصحيفة: الميليشيا تحشد لدعم صفوفها المتهاوية في الساحل الغربي. قالت الصحيفة إن هناك نزيفا غير مسبوق للقدرات البشرية للجماعة وإمكانياتها العسكرية وقادتها الميدانيين، كما تسارعت الانهيارات في صفوف الميليشيا شمال مدينة الخوخة المحررة، وازداد تآكل المساحات التي تسيطر عليها بامتداد الساحل الغربي. وعلمت الشرق الأوسط من مصادر أمنية مناهضة للجماعة أن أبو علي الحاكم استدعى زعماء وأعيان محافظة الحديدة إلى اجتماع خاص بحضور مسؤولين موالين للجماعة، وطلب منهم الدفع بالمزيد من أتباعهم إلى جبهة الساحل، وحذرهم من مغبة التقاعس عن حشد المقاتلين باعتبار ذلك خيانة تستدعي إنزال العقوبة. وتضيف الصحيفة: تعمد الميليشيات الحوثية إلى حشد القُصّر والعاطلين عن العمل مقابل مبالغ مالية تعدهم بها. في الشأن الدولي، نطالع في جريدة الحياة مقالا للكاتب مصطفى زين بعنوان الجامعات البريطانية وحرية التعبير، ويقول الكاتب: تتعرض حرية التعبير في الجامعات البريطانية لضغوط كثيرة تمارسها جماعات صهيونية أصبحت شبه معزولة في الأوساط الأكاديمية، حجتها أن المروجين للإرهاب والكراهية يستخدمون هذه الحرية لنشر أفكارهم. قال وزير التعليم العالي جو جونسون: يجب أن تكون الجامعات أماكن تفتح عقولنا ولا تغلقها، ففي جامعات أمريكا، والمثير للقلق في المملكة المتحدة أيضا، شاهدنا جماعات تسعى إلى خنق أولئك الذين لا يتفقون معها، واستحدثت الحكومة هيئة تنظيمية جديدة باسم مكتب الطلاب، من صلاحياتها معاقبة الجامعة التي لا توفر المناخ الكافي لحرية التعبير. لكن هذا المكتب الذي يبدأ عمله الفعلي في نيسان إبريل المقبل سيصطدم بقوانين أخرى تحد من فاعليته، منها على سبيل المثال وضع حد لخطباء الكراهية والمتطرفين، وتبني حكومة المحافظين تعريفا جديدا لمعاداة السامية، تعريف يصنف أي نقد لإسرائيل معاديا لليهود من دون اجتهاد أو تأويل. الحد من حرية التعبير في بريطانيا جاء ردا على قرار مئات الأكاديميين مقاطعة الجامعات الإسرائيلية، احتجاجا على موقفها غير الأخلاقي من المسألة الفلسطينية وانحيازها من دون أي نقد إلى الخطاب الليكودي، وتبريرها القمع والاضطهاد والقتل الذي يتعرض له الفلسطينيون يومياً، ولا نعتقد بأن القوانين ستمنع هؤلاء وغيرهم من التعبير عن آرائهم. تتساءل شبكة البي بي سي في أحد تقاريرها الخاصة بالصراع الأمريكي الكوري والذي يشهد تبادل التهديدات بين رئيسي البلدين، وعنون التقرير: هل لدى دونالد ترامب زر للقنبلة النووية؟ قالت البي بي سي: هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زعيم كوريا الشمالية بأن لديه زرا للقنبلة النووية، فهل هذا السر موجود فعلا في متناول يده؟ يعرف أغلبية الناس أن إطلاق قنبلة نووية أكثر تعقيدا من الضغط على زر لتغيير قناة في التلفزيون. ويستعمل تعبير زر القنبلة النووية كناية عن إطلاق القنبلة، والجواب في هذا الشأن هو أن ترامب
لا يضع أمامه زرا يفجر به القنبلة النووية متى أراد. وفي تفاصيل التقرير، يوم 20 يناير من العام الماضي تقدم عسكري يحمل حقيبة جلدية من دونالد ترامب في حفل تنصيبه وهو يقف قرب الرئيس أوباما. وبعدما أدى ترامب اليمين الدستورية، انتقل العسكري إلى جانب ترامب. تعرف هذه الحقيبة باسم كرة القدم النووية، وهي ضرورية لاستعمال السلاح النووي الأمريكي، ونظريا لا تفارق الرئيس أبدا. وكشف أحد الخبراء لقناة CNN في أغسطس أن الحقيبة كانت تسير في عربة مع الرئيس ترامب عندما كان يلعب الجولف. لو اطلع الناس على هذه الحقيبة فإنهم سيصابون بالإحباط، فلن يجدوا زرا ولن يجدوا ساعة تنذر بانفجار وشيك. كل ما فيها هو أدوات للتواصل وكتب عن خطط الحرب تساعد على سرعة اتخاذ القرار. ما هي بطاقة باسكويت؟ يفترض أن يحتفظ الرئيس الأمريكي ببطاقة يطلق عليها بطاقة باسكويت طوال الوقت، وهي منفصلة عن الحقيبة النووية. وإذا أراد الرئيس إصدار أوامر بضربة نووية، فعليه أن يعرف أو يعرف نفسه للمسؤولين العسكريين بكشف رموز سرية. الرئيس وحده هو الذي يستطيع أن يأمر ببدء هجوم نووي، فيقدم نفسه من خلال الرموز السرية، ويصدر الأمر إلى قادة الجيوش الأمريكية أو قائد الجيوش الأمريكية وهو الضابط الأعلى رتبة، وتمر الأوامر بعدها إلى القيادة الاستراتيجية في قاعدة نبرسكا الجوية التي تحيلها إلى القيادات الميدانية، وتصدر الأوامر بالتفجير عن طريق رموز سرية. إلى صحيفة التايمز والتي تصدر صفحتها الأولى مقال بعنوان مستشار لترامب يشكك في قواه العقلية. ويقول المقال الذي كتبه ريس بيليكليلي من واشنطن وكاثرين فيليبس المراسلة الدبلوماسية للصحيفة أن الرجل الذي كان اليد اليمنى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشكك علنا في قواه العقلية وقدرته على الرئاسة، وتكهن بأنه سيستقيل قبل أن تجبره إدارته على الاستقالة، وذلك حسب ما جاء في كتاب حاول ترامب حجبه. وقال ستيف بانون المستشار الاستراتيجي السابق لترامب إنه لا يستبعد استخدام المادة 25 من الدستور الأمريكي لإقالة ترامب، وذلك حسب ما جاء في كتاب النار والغضب في بيت ترامب الأبيض. وتقدم المادة 25 في الدستور الأمريكي تفصيلا بروتوكوليا عن إقالة الرئيس إذا ارتأى نائب الرئيس وأغلبية الوزراء أنه لا يستطيع أداء مهام وظيفته. وقالت سارة ساندرز المسؤول الإعلامي للبيت الأبيض أمس إن أي تشكيك في القوى العقلية لترامب وأهليته أمر مشين ويدعو للسخرية، وأكدت أنه قائد قوي للغاية. إلى الأخبار المنوعة التي وردت في صحيفة القدس العربي، ومنها غرامة قدرها 100 جنيه للأزواج المتأخرين على مراسم حفل الزفاف في إنجلترا. قالت الصحيفة سئم كاهن رعية صغيرة في جنوب شرقي إنجلترا من انتظار الأزواج الذين يتأخرون على مراسم الزفاف، فقرر فرض غرامة قدرها 100 جنيه استرليني أي ما يعادل 130 دولار تقريبا على المتأخرين. تضيف الصحيفة يعفى من هذه الغرامة الأزواج العالقين في زحمة السير على الطريق السريع أو ضحايا حوادث أخرى لم تكن في الحسبان. إليكم الطريق الذي تسير إليه الأحزاب المرتبطة بشخوص السلطة ومصالحها، وذلك من خلال مقال كتبه محمد القادري سرد فيه قصة الانهيار والتحول السريع للحزب الذي حكم اليمن لعقود. وقال الكاتب في موقع التغيير نت: المؤلم أن تجد جماعة الحوثي قد نجحت في فرض قرارها على اللجنة العامة للمؤتمر جناح صالح، بل المؤلم أن تجد أعضاء اللجنة العامة لحزب المؤتمر جناح صالح استجابوا للحوثي وانساقوا إليه ولبوا مطالبه وخانوا صالح والمؤتمر. لا تسأل الحوثي لماذا طغى، ولكن اسأل أعضاء اللجنة العامة لماذا ركعوا للحوثي. لم يحدث في العالم من قبل أن هناك جماعة متمردة قتلت حليفها السياسي واعتدت على مقرات حزبه
وقتلت رئيس الحزب وعددا من القيادات، ثم تأتي بقية القيادات في الطبقة الأعلى للحزب وتؤيد ما فعله الخصم بحزبها وبمقراته وبرئيس الحزب. قمة التبجح والغطرسة والاستبداد والاستعباد والمهزلة والاستهتار والسخرية عندما تجد الحوثي يفرض على أعضاء اللجنة العامة للمؤتمر جناح صالح أن يعقدوا اجتماعاً يقرر فيه انعقاد اجتماع موسع لأعضاء اللجنة العامة والدائمة لتأييد ما فعله الحوثي بصالح والمؤتمر، ثم بنفس الوقت يتبرع أعضاء اللجنة العامة بمبالغ مالية لانعقاد ذلك الاجتماع. المعروف عن تلك القيادات أنهم لم يتبرعوا ويساهموا للمؤتمر ولا بريال واحد في عهد صالح، كانوا فقط يأخذون ويستلمون وينهبون. كانت لديهم بدلات ومخصصات لكل اجتماع وتحرك ونشاط وفعالية. كان صالح يصرف لهم مرتبات شهرية كبيرة ويعطيهم مبالغ فور انتهاء كل اجتماع، واليوم ها هم يجتمعون لتأييد ما حدث لصالح، ويفرض عليهم الحوثي دفع مبالغ مالية من جيوبهم تبرعاً ومساهمة تصب في جيوب جماعة الحوثي. احتفالات ومشاهد مختلفة شهدتها القارة السمراء ووثقتها عدسات مصورو شبكة البي بي سي خلال أسبوع ننشرها في جولتنا المصورة. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله.